بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. النهاردة بنقدم لحضراتكم 3 نماذج للامتحان المتوقع لمادة الكمبيوتر للصف الثاني الإعدادي الترم الثاني، إن شاء الله لن يخلو منهم الامتحان النهائي. ده أحد الامتحانات اللي اتكررت كتير جدا. السؤال الأولاني، كل الأسئلة الموجودة هي أسئلة زي ما حضراتكم عارفين أسئلة إجبارية. السؤال الاولاني اعطاني كود بيقول لي فورم النيم بيساوي فورم واحد، الانبوت الطيب بيساوي تكست والنيم بيساوي تي 1، والانبوت الطيب البتون اون كليك كانتري اوف والفاليو بتساوي كليك مي، وبعدين اقفل الفورم، وبعدين انشا سكريبتايا ثم انشا فانكشن داله، وهذه الداله عباره عن ظهور رساله اليرت بتستدعي القيمة اللي تم ادخالها ثم قفل سكريبت. الأسئلة هنا بيقول لي إيه؟ ده السؤال الأولاني، بيقول لي اسم الدالة المطلوب استدعاها. اسم الدالة المطلوب استدعاها موجودة فانكشن كانتري، يبقى الدالة هي كانتري، دي اسم الدالة. أمر إنشاء الدالة، الأمر هنا عن طريق اللي هو الفانكشن، ده أمر إنشاء الدالة. الحدث الخاص باستدعاء الدالة، الحدث هو أون كليك، الحدث اون كليك ده الخاص باستدعاء الدالة. الخاصية التي تستخدم لإعطاء اسم للنموذج، لو النموذج هترجعوا للنموذج الموجود عند حضرتك، الخاصية هي نيم، اسم الخاصية نيم. الخاصية المستخدمة لتحديد القيمة المكتوبة على زر الأمر بتون، الخاصية هي فاليو، فاليو هي الخاصة بزر بتون. الأمر الدالة على وجود لغة السكريبت، الأمرين دولت سكريبت وباك سلاش سكريبت، ده الكود المستخدم على وجود السكريبت. اسم النموذج، اسم الصندوق المطلوب، الصندوق اللي هو تكست النيم بتاعه اسمه تي 1، يبقى اسم الصندوق تي 1. ناتي بعد ذلك على صح وخطا. صفحه الويب التفاعليه لا يشترط وجود نموذج فورم لادخال هذه العباره، خطا، لان عشان تكون تفاعليه لازم استخدم الفورم. عند حفظ الملف النصي بلغه ال HTML ياخذ الامتداد او سي، هذه العباره خطا، لان ياخذ الامتداد HTM او HTML. لاختيار اكثر من بديل نستخدم صندوق الاختيار تشيك بوكس، هذه العباره صحيحه. لتاكيد كلمه المرور نستخدم الانبوت تايب بيساوي باسورد، هذه العباره صحيحه. تستخدم جمله دوكيومنت دوت رايت لعرض رساله مكتوبه على صفحه الويب نفسها، هذه العباره صحيحه. الفيروس عبارة عن برنامج ضار يسوء أجهزة الكمبيوتر القدرة على الانتشار، هذه العبارة صحيحة. لمنع إدخال بيانات عددية في صندوق النص نستخدم F ونفتح كوز is none form 1، هذه العبارة خطأ، لأن الـ is none هنا هو بتستخدم لمنع إدخال نوع مخالف من البيانات في الحقل، منع إدخال نوع مخالف من البيانات في الحقل. والرسالة دي معناها ان احنا دلوقتي بندخل لا نرغب في ادخال بيانات نصية، فهذه العبارة خطأ. في حالة اكس بيساوي 20 يتحقق الشرط اكس اكبر من او يساوي 100، بالعقل كده لن يتحقق الشرط، لان طالما اكس اكبر من ويساوي 100 يبقى بنبدأ ب 100 101 102. طيب لو اكس ب 20 يبقى الجواب فولس وليس ترو. بعد ذلك ننتقل الى السؤال الرابع اللي هو الاكمال. عايزين نبدا هنا اهوت، هنا هتبص تلاقي البدايه هنا هتبقى بودي، يبقى هنختار بودي هيتم وضعها هنا عشان بنقفل بودي، ادي اول واحده. الانبوت تايب بتساوي ده زر اسمه بتون، يبقى بتون. الاون كليك بيساوي اف 1، وبعدين الفاليو اللي هي كليك مي، يبقى هنا اهوت فاليو، يبقى هنا بتون، يبقى هنا بودي وهنا بتون وهنا فاليو القيمه. ثم بعد ذلك فانكشن اللي هي اسم الداله، بتكتب اسم الداله اف 1، ادي فانكشن اف 1. ثم بعد ان هو اليرت اللي هو الصندوق الحواري اللي هيظهر لحضراتكم، اليرت جمهوريه مصر العربيه. ثم بعد ذلك اقفل السكريبت، يبقى هي باك سلاش سكريبت، باك سلاش سكريبت. ننتقل الى التوصيل. ارجع قيمه الداله، ارجع قيمه الداله اللي هي ريتيرن فولس، ريتيرن فولس. الأمر المستخدم لحذف القيمة المدخلة هو أمر ريزيد. الأمر المستخدم لتحديد اسم
النموذج، عايزين نحدد اسم للنموذج، الخاصية نيم، لإضافة زر اختيار واحد من اتنين اللي جابه راديو بيتون اللي هي الانبوت تايب بتساوي راديو، لإضافة زر إرسال سب ميت يبقى انبوت تايب بتساوي سب ميت. لغة تستخدم لتسجيل بيانات تفاعلية هي لغة الجافا سكريبت، عبارة عن إنشاء دالة فانكشن كانتري، يبقى إنشاء دالة فانكشن كانتري. ده كان الامتحان الأولاني المتوقع. ننتقل إلى الامتحان التاني. الامتحان التاني سؤال أولاني فيه اكتب المصطلح العلمي الدال على هذه العبارة، هي مجموعة من الأوامر والتعليمات التي تنفذ عند استدعائها. الإجابة هنا الدالة فانكشن، الدالة فانكشن خاصية تستخدم لاستدعاء دالة بالضغط على الزر، الخاصية هي اون كليك، اون كليك دي الخاصية. هي البرامج العدائية أو المتطفلة أو المزعجة التي تتسلل منتشر أنظمة الكمبيوتر بتسمى البرامج الضارة أو المال وير، المال وير. أربعة، خاصية تستخدم لتحديد النص الظاهر على زر الأمر هي الخاصية value، value جملة يتم استخدامها لاختبار التعبير الشرطي اللي هي الجمل الشرطية، يبقى اللي جابها الجمل الشرطية. تنفيذ أو عدم تنفيذ أوامر أو جمل تبعا لنتيجة معينة هذه جملة F. برنامج صغير ضار له القدرة على الانتشار الذاتي اللي هي الفيروسات، هذا بالنسبة للسبع أسئلة الأولانيين. ننتقل إلى الصح والخطأ. جملة alert تستخدم في التحقق من نتيجة التعبير الشرطي، العبارة خطأ لأنها تستخدم لإظهار صندوق حواري. لابد من استدعاء الدالة بالخاصية function لكي يتم تنفيذها، عشان لابد من استدعاء الدالة بالخاصية function لكي يتم تنفيذ هذه العبارة خطأ، لأن عملية الاستدعاء بتكون عن طريق زر البيتون وبيكون في الخاصية اللي هي الاون كليك، يبقى الخاصية نهوت اون كليك، يبقى دي خطأ ودي خطأ. يشترط تسمية صندوق النص والنموذج لاستدعاء الدالة هذه العبارة صحيحة. في حالة تحقق التعبير الشرطي ينفذ الكود ما بين القوسين، القوسين دول صح. تستخدم الخاصية اون كليك لكتابة نص يظهر على زر الامر، العبارة خطأ لان هنا الخاصية فاليو. عند التعامل مع الانترنت لا تقبل اي رسائل مجهولة، صح. جملة دوكيومنت دوت الرايت تستخدم لإظهار رسالة داخل صفحة الويب نفسها، هذه العبارة صحيحة. ننتقل بعد ذلك إلى السؤال التالي. لإدخال نوع ذكر أم أنثى نضيف لصفحة الويب، هتضيف له راديو بتون، راديو R A D I O، بتون بي خفيفة U W T O N، هو انتحال أو استخدام شخص ما، اسم شخص أو أي معلومات، ده اسمها سرقة الهوية، يبقى رقم 2 سرقت الهوية. الأمر كذا لاستقبال القيمة الراجعة اللي هو return false. خاصية تحدد الصفحة التي يتم الإرسال من خلالها هي خاصية action. يستخدم الأمر A لإضافة زر أمر button، يستخدم لإضافة زر. تقوم بجمع المعلومات الشخصية عن المستخدم دون موافقته برامج التجسس. يمكن إعطاء اسم النموذج form عن طريق الخاصية نيم، الخاصية نيم هي اللي بيتم من خلالها إعطاء اسم لهذا الفورم. نأتي لآخر سؤال اللي هو الاختيار المتعدد. أوامر وتعليمات لغة الجافا سكريبت يطلق عليها جمل دوكيومنت. لابد وأن تنتهي أوامر السكريبت بالفصل المنقوطة سيمي كولن. لكتابة أوامر جافا سكريبت تكتب بين سكريبت وباك سلاش سكريبت. تساعد الخاصية لينس في التحكم في طول البيان. تستخدم الدالة إذنا في حالة إدخال نوع من البيان مخالف لنوع الحقل. لتحديد الهوايات التي نرغب عن طريق اختيار الأداء تشيك بوكس، تشيك بوكس لأن أنت ممكن تختار هواية أو اثنين أو ثلاثة، مش تكست بوكس، تشيك بوكس. يستخدم زر إيه لحذف، يستخدم زر ريزيت لحذف القيم التي سبق إدخالها في النموذج. ننتقل إلى الامتحان الثالث المتوقع. السؤال الأول، يظهر الرمز اللي هو النجمة عند الكتابة ذلك لإخفاء مكونات البيانات الحقيقية، لأن دي باسورد. من خلاله يمكن إضافة مجموعة عناصر، ده اللي هو النموذج أو الفورم. يتم إضافة الخاصية A لاستدعاء خاصية on click. برنامج صغير ضار له القدرة على انتشار، ده الفيروس أو الفيروسات. يستخدم الزر A لحذف القيم، زر ريزيت.
ننتقل إلى الصح والخطأ. عدم اتخاذ موقف في عمليات التعدي يعد نوع من التستر على المتعدي. هذه العبارة صحيحة. في لغة الجافا سكريبت لا يوجد فرق بين حالة الأحرف الصغيرة أو الكبيرة. هذه العبارة خطأ. لإرجاع القيمة نستخدم ريتيرن فورس. هذه العبارة صحيحة. من صور التحقق من صحة البيانات المدخلة في حقلين من صور التحقق مطابقة صحة البيانات. هذه العبارة صحيحة. الشرط الموجود بالكود F الفورم 1.T1. يساوي مفيش لا يتحقق عند إدخال قيمة. هذه العبارة صحيحة. السؤال الثاني: تستخدم جملة الاختبار التعبير الشرطي جملة F. يستخدم الأمر إلى إنشاء نموذج أمر فورم وباك سلاش فورم. تشير برامج العدائية أو المتطفلة إلى البرامج الضارة. زر إيه يستخدم لتنفيذ أحد المهام التي نقوم بتوصيفها من خلال كتابة الكود هو زر بتون. إذا كانت X تساوي 15 فإن الشرط X أكبر من 7 يتحقق ولا لا يتحقق. لو X أكبر من 7 يبقى 8 9 10 يبقى في الوقت ده يتحقق. الإجابة يتحقق. جملة F يتم تنفيذ الكود اللي بين علامتي بين الأقواس، أقواس المجموعة وليس الأقواس العادية. اكتب المصطلح العلمي لكل مما يأتي. يقصد به كافة البيانات الشخصية التي تخص أي فرد يتعامل مع رسائل والتي لا ينبغي الكشف عنها. ديت بتسمى الرموز السرية. يبقى هنا هو الرموز السرية اللي هي كافة البيانات. تنفيذ أو عدم تنفيذ أمر دي جملة F. خاصية تستخدم لحل مشكلة اختيار الزرين معا هي خاصية النيم. جملة تستخدم لإظهار رسالة مكتوبة هي جملة document.write. يستخدم الاختيار أكثر من اختيار هي check box. وضح كيف يمكن التعامل مع هذا الموقف. وضع الصور الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرها للعامة بلا قيود. هذا تصرف خاطئ لأنه بيتيح لسرقة البيانات والمحتويات وعمل صفحات وهمية. لذا ننصح بعدم نشر الصور الشخصية ونشر صور تعبيرية مكانها. اشرح الأكواد. الكود الأولاني input type submit value تسجيل. الكود ده بيستخدم لإنشاء زر إرسال يظهر على هذا الزر كلمة تسجيل. input type text name بيساوي T1. ده إنشاء منطقة إدخال بيانات اسمها T1. if even none form 1.text.value دي تستخدم للتحقق من البيانات المدخلة ما بين حقلين. F الفورم 1.T1.Value.Length أقل من 8 دي تستخدم لاختبار عدد الأحرف التي يتم إدخالها بحيث أنها تكون أقل من 8. Form Name Form 1 Action.Data.PHP ده بيستخدم لاستدعاء الفورم اللي اسمه Data.PHP. أتمنى لكم التوفيق وتقبلوا تحياتي.